السادة الزملاء، من معاكم المراسل ابراهيم غريب، شركة سوق تصنيع البترول من بطولة الشركات رقم 56 المقامة في مدينة بورسعيد من داخل المدينة الرياضية. معانا نتعرف على اسم حضرتك. اسامة محمد بدوي. الرياضة اللي حضرتك بتمارسها؟ بلعب العاب قوة وطايرة، ولعبت جولة النهاردة، وان شاء الله متفائل باذن تعالى اللي نجيب ميدالية ان شاء الله. يعني حضرتك عملت ايه النهاردة في النتيجة؟ والله ان شاء الله يعني كان في تنافس قوي بصراحه، بس ان شاء الله متفائل باذن الله هجيبنا ميداليه ان شاء الله. ان شاء الله كنت توفى ان شاء الله. طب حضرتك ايه رايك في النشاط الرياضي وفي تغيرات ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي ولا انت؟ لا اكيد ما شاء الله السنه دي بصراحه في دعم جامد ما شاء الله، ويعني الجماعه مش سايبيننا، سواء في المدربين ما شاء الله عليهم، ما فيش حد مقصر بصراحه. يعني النشاط الرياضي عامل انجاز جامد ما شاء الله عليه السنه دي، ومريحنا يعني اخر راحه بفضل الله ان شاء الله، ومش سايبيننا بصراحه، احنا اللي تعبانين هم اللي سامحونا. وفى ان شاء الله، وان شاء الله تحصل على ميداليه وترفع من شان الشركه ان شاء الله باذن الله. واحنا سعداء ان احنا تعرفنا على حضرتك. الله يعزك. حضرات السادة الأفاضل، كنتم مع أحد فرق متحدي الإعاقة من داخل مدينة بورسعيد لبطولة دوري الشركات رقم 56 من داخل المدينة الرياضية. أنا زميل جديد لاعب باسم شركة سوق تصنيع البترول ورياضة جديدة، نتعرف على اسم حضرتك. هاني أحمد مسلم غطا. حضرتك بتلعب رياضة إيه؟ الرمح وألعاب قوة. تحت سن معين ولا بتلعب رمح؟ لا، هو كلاس 46 العاب قوه. ان انت هتجيب ان شاء الله. انا بشكر الكباتن بتوعي وكابتن فهد، وبشكر الكابتن عمرو كرم مدير النشاط، مدير عام العلاقات العامه، والساده المسؤولين بتوع النشاط الرياضي، كابتن محمد سمير وكابتن محمد واحمد مهدي وكابتن محمد رمضان وكابتن شومان الاداري بتاعنا، الناس المحترمه، وبشكركم وبشكر رجاله الشركه كلهم والكابتن والمنشا مع راعي الرياضه في الشركه. ألف ألف مليون مبروك كابتن أحمد مهدي. كابتن هاني بيقول لي إن هو حصل على ميدالية، بيقول لي هيشوف السكور تقريبا لسه أو الكلاس الثاني للثالث إن شاء الله. الثاني للثالث إن شاء الله. فحضرتك إيه رأيك؟ والله الناس بتعمل أقصى مجهودها، وزي ما أنتم شايفين معانا، وأنتم طبعا حاضرين معانا من أول بطولة، إن إحنا برضو إن إحنا بنقابل لعيبة منتخبات، لعيبة مصنفة، واحنا لعبتنا برضو لعبة شركه، ولكن برضو بنعمل مجهود والناس بتعمل مجهود على اقصى ما يقدروا، وكله بفضل الله وفضل دعم طبعا الشركه لينا، الباشمهندس هشام، كابتن عمرو، العلاقات العامه، دفعه عامه، والروح اللي عاملاها معانا ومع الفرق رفع الروح. يعني انا بشكركم يا كابتن ابراهيم، كابتن بيكا، وكابتن احمد سعيد، كابتن كوكو، بشكركم على المجهود اللي بتعملوه، لان رفع الروح المعنويه عند الرجاله، فبداوا يادوا اداء افضل مما هم عليه، يعني الناس بتموت نفسها. فمشكرين ليكم، مشكرين الشركه كلها. شكرا. احنا اللي مشكرين لحضراتكم ان احنا موجودين معاكم في التغطيه الاعلاميه دي، وفي قمه السعاده، واحنا شايفين الابطال بتوع الشركه وهم بيحصلوا على الميداليات، عشان موضوع متحدي الاعاقه بيبقى صعب جدا، فان هو حد في الانجاز ده، فهو يعني ليهم مننا كل احترام وتقدير، وان شاء الله ما هو قدم افضل لبقيه الفرقه الرياضيه. كنتم مع مراسلكم ابراهيم غريب من بطوله دوري الشركات رقم 56 المشاركه بها شركه سوق تصنيع البترول من داخل محافظه بورسعيد. وانا كابتن علاء. ازيك يا كابتن؟ الله يعزك حبيبي تفضل. الله يبارك فيك. ايه اللعبه اللي حضرتك بتلعبها هنا معانا؟ النهارده انا لعبت قرص، وامبارح لعبت كله جلوس وقرص جلوس. تمام. النهارده اخبار المباراه ايه؟ النهارده الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله، وامبارح بس ربنا كانت المنافسه جامده يعني، والحمد لله ان شاء الله ان شاء الله في التصنيف اتاهل. يعني ان شاء الله راجعين بميداليات يعني؟ ان شاء الله ان شاء الله. والله المجموعه كلها بتبذل اقصى ما عندها، وما شاء الله احنا التصنيفات الاولانيه حسينا ان في ناس اتاهلت، ناس كتير من زمايلنا، بس لسه بس على ما نشوف التصنيف مش هينفع نتكلم. ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله، والى لقاء اخر. تحياتي زملائي الاعزاء، محدثكم احمد سعيد، رسالة رياضية من بطولة الشركات مدينة بورسعيد. احنا في المدينة الرياضية حاليا. نتشرف بيك يا كابتن. اخوك نصر السميضة، بلعب العاب قوة قرص وجلة ان شاء الله، كلاس مخصص كلاس 57. لنا يا كابتن، النهارده احنا عملنا ايه في الماتش؟ بفضل الله يا فندم، كانت بص قتال بين الناس، بس بفضل الله يعني احنا سادين
وكل دوت والله العظيم بفضل ربنا ثم مجهوداتكم اللي انتم بالصراحه ما سبتوناش من اول النشاط الرياضي رئيس الشركه ما سبناش، واحنا بفضل الله كنت انا بنافس على الجله في الفضيه بين الاول والثاني في الفضيه، وكانوا ابطال بيلعبوا معانا والله منتخبات مصر يا كابتن، بس احنا بفضل الله وعدنا بعد ربنا وعدناكم اللي احنا بفضل الله هنجيب ميداليات ونحقق للشركه بتاعتنا اللي احنا فخورين بيها اللي هي شركه السويس لتصنيع البترول. وبشكر حضراتكم النشاط الرياضي رئيس الشركه على المجهودات اللي انتم عاملينها معانا. يعني هنرجع بميداليات يا كابتن؟ بفضل الله يا فندم هنرجع بفضيه ان شاء الله. ألف إن شاء الله بالتوفيق يا كابتن إن شاء الله ورجاء أحسن بإذن الله. شكرا يا كابتن. كان معكم محدثكم أحمد سعيد من المدينة الرياضية، وإلى لقاء آخر، تحياتي.